Even though the world is burning, though the world is burning, just come home, I can feel my body turn, I can feel my body, you are my love. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم خوتي في حلقة جديدة على قناتكم قناة توماس للمكملات الغذائية وبيع المكملات الغذائية في الجزائر. اليوم إن شاء الله راح نتكلم على مكمل جديد اللي هو مكمل كينغ ماس من شركة روني كولمان، البطل روني كولمان. لا يوجد شخص لا يعرف هذا البطل الأمريكي، يعني الوحش كما يلقبه البعض أو الكينغ. هذا يعني المكمل هو خصيصا لمحبي الضخامة وزيادة الوزن، راح يعطيك نتائج مرضية بإذن الله. هذا المكمل نزل جديد يعني في الجزائر ليس بفترة بعيدة، وعمل ضجة كبيرة، وهو مكمل قوي جدا ويعني لقى استحسان كبير من طرف المستخدمين. هذا المكمل هو عبارة عن مكمل غذائي لزيادة الوزن كما سوف نشرحه في هذا الفيديو إن شاء الله. هو مكمل كما قلنا لزيادة الوزن والكتلة العضلية، يستند على تركيبة متطورة من البروتين سريع الهضم وأخرى بطيئة الهضم، يعني يتكون من نوعين من البروتين سريع الهضم وبطيئة الهضم، لإمداد الجسم بالعناصر اللازمة للبناء العضلي لفترة طويلة في اليوم. كما يحتوي أيضا على سكريات معقدة بالإضافة إلى دهون صحية والتي تعمل على توفير الطاقة للعضلات. مميزات هذا المكمل: مكون من 4 مصادر من البروتين، يحتوي على الكرياتين والجلوتامين، ويحتوي أيضا على مزيج متميز من البروتينات التي تساعد على خلق جو ابتنائي للعضلة، يعني بروتين يعطيك يعني استشفاء عضلي. يحتوي على كربوهيدرات مليئة بالألياف الغذائية التي تساعد على الهضم والاستفادة من الغذاء بصورة كاملة، يعني هذا مكمل راح يعطيك أيضا يعني تحسين في عملية الهضم، وتستفيد قدر المستطاع من الغذاء الذي تتناوله في اليوم. الجرعة الواحدة تحتوي على 4 ملاعق أو 4 سكوبات، الجرعة الواحدة تحتوي على 1000 سعرة حرارية، يعني في الربع ملاعق فيهم 1000 سعرة حرارية و60 غرام بروتين، يعني هذه الجرعة في اليوم الكامل، و60 غرام بروتين و78 غرام كربوهيدرات و5 غرام دهون مفيدة كما قلنا. الحجم، حجم العلبة أو الكيس 6.8 كيلوغرام، يعني 7 كيلوغرام. الطريقة، يعني طريقة الاستخدام، هو عبارة عن مزج ملعقة واحدة 4 مرات في اليوم، ملعقة الصباح مع الحليب، وملعقة قبل التدريب بساعتين، وملعقة بعد التدريب، وملعقة قبل النوم بنصف ساعة. وكمية الحليب يعني تضاف له كمية حليب على حسب يعني كيف تحب، يعني نكهة البروتين تحبها يعني ثقيلة أو خفيفة، يعني على حسب الشخص وعلى حسب ذوقه. المهم هذه 4 ملاعق كلها يعني بالحليب ما عدا بعد التدريب تمزجها مع الماء لكي تستفيد منها بسرعة ويمتصها الجسم بسرعة يعني كبيرة. أحبابي في الله، هذا هو مكمل كينغ ماس مخصص للناس ضعيفي البنية، وهو مكمل غذائي وليس غذاء، يعني لا يمكن للشخص أن يهمل وجبة العشاء أو الغداء ويبقى يتناول في المكمل فقط، يعني لن يعطيك نتيجة. الأصح أنك تقوم بتنظيم غذائك على يعني مقسم على 5 مرات، يعني 5 وجبات في اليوم أو 4 وجبات كما تريد، ومع المكمل الغذائي بإذن الله راح تلاقي نتائج مرضية جدا. وفي الأخير أحبابي في الله، إن أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا الضغط على زر أعجبني أو سبسكرايب لمتابعة كل جديد وتفعيل زر الجرس. وإن لم يعجبك هذا الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني، لأن هناك أشخاص يعني أعجبهم هذا الفيديو. ومرحبا بك عزيزي المشاهد، أرقام الهاتف أسفل الفيديو لمن يريد يعني استفسار أكثر عن المكملات والأسعار في الجزائر، وبإذن الله متوفرة لدينا أسعار معقولة جدا، والتوصيل 48 ولاية والدفع عند الاستلام طبعا. وهناك بإذن الله في الحلقة القادمة سوف تكون هناك جوائز لمتابعينا أو لمن يضغط على زر أعجبني للفيديوهات ومشاركة الفيديوهات مع الأصدقاء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.